مع الرب يسوع احنا دايما في الارتفاع. مع الرب يسوع لازم نبقى واثقين ان الرب يحفظنا من كل شر. لا تضربنا الشمس في النهار ولا القمر في الليل، زي ما بيقول مزمور 121. طول ما احنا مع الرب لازم نثق في كلمات هذا المزمور، ان الشمس ما تأذيناش، القمر ما يأذيناش. والشمس يتكلم عن الخطر اللي كل الناس شايفاه، كل الناس شايفة ان الشمس خطرة لما نمشي في وقت الظهر اثناء الصيف، كل الناس عارفة كده. القمر يتكلم عن الشر اللي الناس مش عارفاه. ليه؟ لان القمر لونه او اضاءته جميلة، جميل، ازاي القمر يبقى مضر؟ عزيزي المشاهد، لازم نبقى واثقين طول ما احنا مع الرب، الرب هيحفظنا من كل شر، يعني من كل انواع الشر، من الشر الواضح اللي زي الشمس اللي في الصيف، ومن الشر الخادع اللي محدش شايفه زي القمر الجميل اللي ممكن يبقى مضر. الرب يحفظنا من كل شر. طول ما احنا مع الرب لازم نبقى واثقين ان حافظنا زي ما بيقول نفس المزمور 121 لا ينعس ولا ينام. يعني ايه لا ينعس ولا ينام؟ يعني مش هينساني ابدا، هو ده المعنى، انه دائما منتبه، دائما يقظ علشان يحميني من اي شر يقترب الي، زي ما بيقول مزمور 91 لا تدنو ضربة من خيمتك. عزيزي المشاهد، لو انت مش مع الرب فيش حد يحميك، وهيجي وقت هتلاقي الشيطان عايز يبتلعك. تعال إلى الرب علشان تتمتع بالحماية. لو أنت بعيد عن الرب هتقدر تحمي نفسك يوم اتنين تلاتة، لكن هيجي وقت هتبقى عاجز عن حماية نفسك وعن حماية بيتك. ده لو أنت عايش بعيد عن الرب. لو أنت في علاقة حقيقية مع الرب مش هتخاف ولا هتشيل هم بكرة ولا بعده. ليه؟ لأنك واثق في كلمة الرب اللي بتقول إن الرب متكفل بحمايتك وحمايتك من كل شر. امتياز، امتياز لكل شخص ليه علاقة حية حقيقية مع الرب، إنه يوجد من يحفظه، يوجد من يعتني به، واللي بيحفظه ويعتني به ده اللي صانع زي ما بيقول مزمور 121 السماوات والأرض. طول ما أنت مع الرب كن مطمئنا. أحب أقارن بين آيتين من مزمور 73. روح القدس استخدم آساف قائد التسبيح أيام داود لكتابة اختبار، جاز في اختبار، فالروح القدس استخدمه عشان يكتب اختباره في مزمور 73 عشان انا وانت وانتي نتعلم. في مزمور 73 اساب بيقول في آية رقم 2 انه كان هيقع في حفرة، بينه وبين الحفرة وهو ماشي مفيش، كان هيقع، يعني كان ماشي في سكة ووصل للحفرة هيقع فيها. بيقول كده أما أنا فكادت تزل قدماي، يعني كنت هتشنكل كده وقع، وقع في الحفرة بقى ويحصل لي بقى حاجات كارثية، حاجات صعبة يعني. ويقول كده لولا قليل، يعني شوية وقت
يعني لولا شويه الوقت دول اللي كانوا بيني وبين الحفره كنت زماني وقعت حفره مثلا 20 متر 30 متر عمق، حاجه صعبه. لولا قليل ايه لزلقت، كنت ازحلق كده خطواتي. هو بيوصف حاجه صعبه قوي كان يقع فيها. دي ايه رقم 2. في ايه رقم 23 بيقول بقى حاجة تانية خالص، بيقول الرب أمسكت بيدي اليمنى. يعني إيه اللي ما خلوهوش يقع؟ إيه اللي ما خلوهوش يزحلق؟ إن في الوقت الحرج الرب مسك، الرب منعه. يقول لك بيقول الرب أمسكت بيدي اليمنى، الرب تدخل. وايه سبب ان الرب تدخل؟ اني لما تقرا المزمور تلاقي ان اساف قعد مع الرب، اتكلم مع الرب، تقابل مع الرب. عزيزي المشاهد، حتى لو انت شايف ان الحفره تقع فيها تقع فيها، لو اتكلمت مع الرب، لو جيت للرب وشكت له امورك وصرخت له من قلبك، هيعمل معاك اللي عمله مع أساف. مش هيسيبك تتزحلق، مش هيسيبك تقع في الحفرة، حتى لو فاضل دقايق وتقع مش هيسيبك. هيعمل ايه الرب؟ هيعمل معاك اللي عمله مع أساف واللي عمله بعد كده مع بطرس. بطرس كان بيغرق، بس لما صرخ للرب، الرب ايد الرب مسكت في ايد بطرس وهو بيغرق، ولم يغرق بطرس ولم يسقط آساف في الحفرة. ايه السبب؟ الرب. عزيزي المشاهد، لو انت بدون الرب هتقع 100%. تعال الى الرب وعيش معاه حياة حقيقية، وقول للرب انا عايز اعيش معاك، وعايز الايام الباقية ليا على الارض تبقى علاقة حية حلوة، علاقة تمتع معاك، اتمتع بحبك وتمتع برعايتك وتمتع بحفظك وأتمتع بإحساناتك، وتستخدمني وتستخدمني لمجدك. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر القضاة أصحاح 20. شفنا إن الرب لما الحداشر سبط، سبط يعني قبيلة ضخمة من شعب الرب، قالوا للرب نروح نحارب السبط ال 12، الرب قال لهم روح. هم كان ليهم هدف انهم ينقوا السبط ده من الناس، كان في ناس وحشه في مدينه جبع، فكانوا رايحين يحاربوا عشان ياخدوا الناس دي يحكموها محاكمه عادله. الرب قال لهم روحوا، وبعدين راحوا مرتين، وفي المرتين انهزموا، وفي كل مرة هزيمة ساحقة. انهزموا أمام اللي رايحين يحاربوهم، بيحاربوا مين؟ العيلة أو السبط رقم 12 اللي هو سبط بنيامين. انهزموا أمام سبط بنيامين اللي جيشه عشر الجيش بتاعهم أو أقل. رغم إن الرب قال لهم روحوا، لما سألوه نروح قال لهم روحوا، رغم كده انهزموا. شرحت لك السبب في الحلقة اللي فاتت، كان ده كل الحلقة اللي فاتت كانت على الموضوع ده، ان الرب يهمه ان ينقينا. فال 11 سبط عشان يتنقوا لازم يتأدبوا، لازم العصاية تيجي عليهم. فالرب استخدم سبط بنيامين كعصاية لتأديب ال 11 سبط دول في الحرب دي. فلما تأدبوا بقى وتألموا في اليومين بيعملوا ايه؟ ده اللي كان في اخر الحلقة اللي فاتت. راحوا قدام الرب بكوا عشان انهزموا، رغم انهم جيشهم 10 أضعاف جيش سبط بنيامين، وجلسوا امام الرب كده يعني زي واحد خسر الشغل بتاعه فيروح يقعد كده في اجتماع روحي. ده معنى تقول يعني ايه جلسوا امام الرب؟ يعني راح حتة كده فيها المؤمنين بيصلوا أو ناس بتسبح وجو حلو كده، وخد ركن كده في المكان وقعد في الجو ده زعلان طبعا انه خسر، لكن قاعد قدام الرب عايز الرب يفهمه ايه اللي حصل،
يعمل ايه المره الجايه. فهم عملوا كده، يقول لك بكوا راحوا، بكوا وجلسوا امام الرب. وعمليا تقول يعني ايه راحوا فين؟ اقول لك يعني راحوا بيت ايل، كانت هناك تابوت العهد اللي هو رمز لحضور الرب، زي ما انت تروح الكنيسه وفيها صلاه وصلاه حلو وناس مؤمنين والرب حاضر في المنتصف. بس انت تقول انا عايز كده اهدف الحته دي اللي فيها الرب واكلم الرب، وتلاقي الدموع نزلت من عينيك. ليه؟ لانك تعبان، ما هم تعبانين، فالدموع نزلت من عينيهم وقعدوا قدام الرب طول اليوم يعني، وقعدوا صايمين طول اليوم. تقولي طب وليه صاموا؟ لان الصيام مناسب للحالة بتاعتهم. زي ما قلت لك احنا دائما بنحتفظ بالصيام للامور الكبيرة. يعني الرب بيفهمنا كده ان دايما ما نصومش في اي وقت، نصوم لما يبقى فيه موضوع كبير، خطر كبير، خدمة مقبل عليها كبيرة، بواجه تحدي كبير. في الحالة دي لا أكتفي بالصلاة، أضيف إلى الصلاة الصوم، لأن الصوم بيخلي الإنسان عايش في جو الصلاة. يعني لما أكله يختلف، لما يبقى مش بياكل يبقى مركز كده، فاهم إن ده وقت للصلاة، ده وقت ليه ان انا الرب يفهمني، ده وقت ليه استقبال من الرب امور يقولها لي، فانا صايم. الصيام هنا مهم جدا لان موضوع كبير. طب هنتغلب كده على طول؟ احنا فقدنا نص عشر القوة بتاعتنا الحداشر سبت، طب ليه نفقد اكتر؟ فالصيام يخلي الشخص في حالة تركيز يحتاجها في المواقف الكبيرة. زي ما قلت لك لما تبقى في كنيسة وكل الناس بتصلي في اتجاه وانت في حتة تاني خالص، انت عندك مشكلة كبيرة، فبتبقى عارف انك طول اليوم مركز في الامر ده. لكن ممكن تلاقي الناس النهاردة بتصوم غيرت الاكل لكن مش مركزة في الموضوع اللي صايمة من اجله. هو الامتناع عن الطعام او تغيير نوع الطعام ده عشان تركز في للحاجة اللي انت صايم من اجلها. لكن تبقى بقى صايم وتروح تزور فلان وتحكي معاه في السياسة وتحكي معاه مش عارف في ايه، او تتفرج على ماتش كورة، لا انت مش صايم. لان الصيام معناه وقت فيه تركيز مع الرب. والاختلاف في الاكل او الامتناع عن الاكل ده عشان تبقى كلك كده مركز وفاهم انك انت غيرت الاكل او ما بتاكلش او بتشرب سوائل بس حسب نوع الصيام بتاعك من اجل موضوع معين هتبقى فيه مع الرب طول اليوم. والصيام في الكتاب المقدس معروف انه من كلام الرب يسوع انه بيرفع الايمان. لان الرب لما جوم يطلعوا الروح الشرير، الرب قال لهم انتوا ما قدرتوش تطلعوا ده عشان انتوا ما عندكمش ايمان. وبعدين راح قال هذا الجنس لا يخرج، لما نقابل المكانين اتحكوا فيها القصه دي، لا يخرج الا بالصلاه والصوم. وفي حته انه ما طلعتوش الجنس ده اللي هو الارواح الشريره دي بسبب عدم الايمان، يبقى عدم الايمان ما طلعش. طب ايه اللي هيرفع الايمان؟ ان انا اصلي من اجل الامر ايماني يرتفع. طب ايماني ما ارتفعش، مش مصدق ان انا هاشفى، بصلي يا رب اشفيني يا رب اشفيني، بس الاقي جوايا شاكك، ما عنديش ايمان جوه قلبي ان انا هاشفى. اعمل ايه عشان ارفع ايماني؟ اقول لك مع الصلاه، ضيف للصلاه ما دام مش قادر تمتلك الايمان الصوم. لانك لما تصلي وتصومي هيبقى عندك ايمان ان الجنس الشرير القوي ده تقدر تطلعه مثلا من المصنع بتاعك، لانه مبهدل المصنع بتاعك. صليت ما عندكش ايمان ان المكنه يشتغل كويس، ما عندكش ايمان ان السحر هيقف. طب تعمل ايه عشان ايمانك يعلى؟ ما انت بتصلي وايمانك معليش، يبقى ده موضوع اكبر، من موضوع كبير محتاج الى جانب الصلاه انك تبقى صايم بتركيز مع الرب. هتلاقي وانت مركز مع الرب ايمانك ارتفع، ما
بان خلاص السحر مش هيأثر في المصنع ومفيش اي حاجة من الاذى ستستمر. عزيزي المشاهد، إذن الألم، الخسائر اللي جات للحداشر سبط كانت تأديب من الله. الرب استخدم السبط الصغير اللي هو سبط بنيامين أو السبط الوحيد يعني في عدده قليل قدام الحداشر سبط لتأديب الحداشر سبط عشان يقودهم للاتضاع، عشان يقودهم للصوم، عشان يرتفع إيمانهم، عشان يقعدوا معاه. ولما قعدوا مع الرب فهموا ايه بقى؟ فهموا ان هم رايحين يأدبوا سبط بنيامين وهم مش في شركة مع الرب. هم مش في شركة مع الرب. ازاي ابقى مش في شركة مع الرب ورايح اصلح واحد؟ ما ينفعش. هصلحه بقوتي يعني؟ يعني ازاي انا ام اصلح اولادي شايف ان ابني مثلا صغير بيسرق وانا مش مع الرب؟ هيستمر يسرق مهما ادبته. عشان تاديبي يفيد لازم انا كأم ابقى مع الرب واقول للرب ده ابني اكتشفوه في المدرسة انه بيسرق وانه رغم ان احنا عندنا كل حاجة مش محتاج حاجة لكن بيسرق. طب اشيل منه سرقه ازاي؟ كتاب واضح بالتاديب. لكن الام تادب ومش جايبه نتيجه لانها مش في شركه مع الرب وهي بتادب، فعشان كده مش مؤيده من الله. ما انت عشان كاب تبقى مؤثر في ولادك ده انت تبقى مؤيد من الله، وانت كام عشان تاديبك بالعصايه بالكلام يبقى يجيب نتيجه لان تبقى مؤيده من الله. مش هنبقى مؤيدين واحنا ما فيش علاقه بيننا وبينه، واحنا بقى بقينا ماديين وسايبين نفسنا للامور الماديه ووقت الوقت مع الرب ما فيش، ولما نروح اجتماع نروح في الكنيسه نروح في اخر ربع ساعه. طب ما فيش شركه مش هنبقى مؤيدين. فهم هنا لما صاموا اكتشفوا انهم ما عندهمش شركه مع الرب، فراحوا يصلحوا الموقف قبل ما نعمل حرب تاني والرب يستخدم سبط بنيامين ضدنا. عملوا ايه بقى؟ يقول كده واصعدوا، يبقى حاجة مختلفة بقى. ايه الحاجة المختلفة؟ احنا قلنا حاجات مختلفة عملوها بعد هزيمة اليوم الثاني وقبل حرب اليوم الثالث. عملوا ايه؟ اول حاجة ان كلهم راحوا للرب، مش سبطين وسابوا الباقيين، كل الحداشر سبط راحوا للرب. صعد جميع وكل الشعب، ودي نمرة واحد. ايه الحاجة التانية اللي جابها التأديب نجح في ايه؟ في انهم يخليهم كلهم مع بعض يروحوا للرب. لما عيلة بتتأدب ممكن التأديب يخليها تتحد مع بعض. الزوجة تسامح زوجها والزوج يسامح زوجته والأولاد، لأن البيت عنده في تأديب جاي عليه، فالتأديب يقود إلى رفض الخصام ورفض الانقسام والوحدة الحقيقية. والوحدة الحقيقية في مجال الروح، يعني مش نتحد مع بعض كده وبس، لا ونصلي مع بعض. يعني في عائلات عمرها ما صلت مع بعض إلا لما حاجة صعبة حدثت. فهنا نتيجة هزيمة اليوم الأول والثاني إنهم طلعوا مع بعض يعبدوا الرب معا، وبعدين جلسوا أمام الرب. دي نتيجة إنهم عايزين يفهموا، يعني بيقولوا يا رب شوف يعني فهمني أعمل إيه. جلسوا هناك أمام الرب. النتيجة الثالثة صاموا. النتيجة الرابعة بقى لازم يبقوا في الشركة مع الرب. فيعبروا عن الشركة دي إزاي؟ يقولك أصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب. والمحرقات وذبائح السلامة تعني دي حاجات في العهد القديم، تعني أنهم في شركة مع الرب ومقبولين أمام الرب. ده المحرقات، وإنهم عايزين يعلنوا إن حياتهم للرب، وإن الحرب دي للرب، وإن التنقية هتبقى للرب. كل ده بيرمز إليه تقديم المحرقات، لأن الذبائح في العهد القديم ما هيش نوع واحد،
في سفر اللاويين تلاقي خمس حاجات كانوا بيقدموها: ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، والحاجة الخامسة بتقدم ما كانش فيها دماء مسفوكة هي تقدمة الدقيق. هنا بقى قدموا المحرقات، المحرقات دي لما الشخص كان يقدمها يبقى بيقول يا رب أنا بشكرك وحياتي كلها ليك، كل ليك. وقدموا ذبائح سلامة، وذبائح السلامة دي معناه أنهم هم في شركة مع الرب، في سلام مع الرب، وفي سلام بعضهم مع بعض، لأن ذبائح السلامة دي بيأكلوا من الذبائح مع بعض، وفي جزء بيأكلوا الكائن وده كل، وفي جزء بيقدم للرب، يعني كلنا في شركة مع الرب وشركة بعضنا مع بعض. عزيزي المشاهد، ده سر قوة الجماعة، سر قوة الجماعة ان يبقى كلها ليها شركة مع الرب وشركة بعضنا مع بعض. ده الإشارة لي هنا، أو ده معنى ذبائح السلامة. لو عايز معنى الآية، آية في العهد الجديد توازي ذبائح السلامة في العهد القديم، لأن العهد القديم زي ما كلنا عارفين هو عهد الرموز، كل الرموز. العهد الجديد هو عهد الحقائق التي تتحدث عنها هذه الرموز. لو انت عايز الايات تبقى تعالى معايا لرساله يوحنا الرسول الاولى، يقول كده: بكتب لكم لكي يكون لكم ايضا شركه معنا. ذبيحه السلامه بناكل مع بعض من الذبيحه اللي قدمناها، ليكون لكم ايضا شركه معنا. كلمه شركه، واما شركتنا نحن مع بعض بقى فهي مع الله، مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. دي معنى باختصار ذبيحة السلام. يبقى إذن هيحاربوا اليوم الثالث بروح جديدة، وهم في شركة مع الرب، وهم قابلين بعض، ما فيش خصومات بينهم، ما فيش مرارة بينهم. وعشان كده بدل هزائم اليوم الأول واليوم الثاني كان انتصار تعويضي في حرب اليوم الثالث. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.